السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مؤاده من قناه ام عائشه. انا النهارده هعمل معاكم البانيه بالتتبيله بتاعته. هنتبلها دلوقتي مع بعض وهنعمل جنبه مكرونه محمره، وانا مقطعه بطاطس شيبسي هنقليها، وهنعمل طبق سلطه جنبها. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هتبلها هنا، هنجيب ميه بصل اهي، مية طماطم، وعلبة زبادي، وعصرة ليمونة، ونقلبهم كده. هنحط التوابل بتاعتنا عليها العادية، اللي هي الفلفل الأسمر والكمون والملح. هنقلبهم كويس اهو في بعض كده. هنجيب البانيه بتاعنا نغسلاه طبعا، نصفيه من الميه اهو. اهو يا حبايبي، عم حطيت البانيه في التتبيلة اهو. انا دلوقتي تبلت البانيه على الاقل عشان يشرب من التتبيلة دي، يعني نقعده ساعة، ويستحب ان هو يقعد الساعة دي في التلاجة. هيبقى احلى لما يقعد في التلاجة. هدخله التلاجة، بعد ساعة هنطلعه، وعلى ما يتبل هنعمل مع بعض مكرونة محمرة، وهنحمر البطاطس الشيبسي معانا. ويا حبايبي، رجعت لكم تاني. انا حاطه حله هنا فيها شويه زيت سخن اهو، هنبتدي ننزل فوق المكرونه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بابا 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 الزيت معانا اهو لسه ما سخنش، يسخن الزيت والمكرونه تتحمر وارجع لكم تاني. وهي حبايبي، رجعت لكم تاني بعد ما الزيت ما سخن اهو. انا اختبرته بالشيبسيه دي، هنلف البطاطس كده. انا برصها جنب بعضيها عشان ما تنزلش لازقه ببعضيها. بعدين عملت البطاطس دي شيبسي، نقعتها في الخل وفي الملح عشان تطلع مهرمشه معايا كده، متطلعش طريه، ولو قعدت لتاني يوم بتفضل ناشفه زي ما هي. في ناس بتاخدها نص سوا كده في الزيت وبتطلعها بيضة، وبترجع ترجعها زيت تاني عشان تبقى ناشفة وكده. انا بكتفي ان انا بحط لها ملح وخل في المية، بتطلع معايا ناشفة، مش بطلعها نص سوا، انا بطلعها لما بتستوي على الاخر. يتحمروا معايا يا حبايبي، المكرونة تتحمر معايا والشيبسي يتعمل معايا، وارجع لكم تاني. وهي يا حبايبي، رجعت لكم بعد ما البانيه اتبل.
يعني حوالي قعد حوالي ساعة. كنت انا حمرت المكرونة وعملتها، كنت قليت الشيبس اللي احنا عاملينه مع بعض. دلوقتي هنتبلها بإيه؟ ما حطيت هنا كوباية دقيق، حطيت عليه شوية ملح وسنة فلفل أسمر، وهنا فيجيتار. أنا بستعمل الفيجيتار ده، جميل جدا، جربوه هيعجبكم. هو فيجيتار متبل، فأنا مش هحط عليه أي حاجة، أنا حطيت على الدقيق. معايا هنا بيضتين وكوباية لبن، هنعمل بيض كده. أنا حطيت على البيض هنا شوية فلفل أسمر وحبة ملح. هي الفلفل الأسمر عشان ما يضيع زفرة البيض، مش هحطها كلها. هنزلها الأول في ال في ال في اللبن والبيض، بعدين هرجعها هنا في ال الدقيق. ما بعدين الايد دي عاملاها للبيض، وهنعمل ايد دي للدقيق والبقسماط، بعدين هرجعها في البيض تاني اهي، وبعدين احطها في البقسماط. يا حبايبي اهي عملتها، هعمل تاني واحدة معاكم. هننزلها في البيت. بعدين هنعملها في الدقيق. بعدين هننزلها في اللبن بالبيت. بعدين احطها في البقسماط. هعمل الكمية كلها وارجع لكم. بصوا حبايبي انا لسه ما خلصتوش، بس كنت حابة اقول لكم على حاجة. اللي حابب يطلع البانيه متبيلة بعدين يحطه في الدقيق الاول كده كده، بعدين يحطه في البيض ابو اللبن ده كده، يحطه في البقسماط اللي يريحك اعمليه. انا بحطه في البيض الاول وبعدين بحطه في الدقيق، وبرجع للبيض تاني وبرجع للبقسماط. حابه تحطيه في الدقيق الاول اللي يريحك اعمليه، ده حلو وده حلو. هعمل الكميه كلها بقى وارجع لكم. يا حبايبي رجعت لكم تاني. انا معايا زيت سخن، كنت بقلي فيه البطاطس الشيبسي وحطيت عليه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل البانيه كده في الزيت. انا حابه ان انا اوطي عليه ما يبقاش معليه النار عليه عشان ما ياخدش لون ومن جوه ما يستويش. انا بهدي عليه النار شويه على ما ياخد لون من تحت كده، واطمن اللي هو استوى واروح معليه عليه النار. لما ياخد الوش التاني مش مشكله لما اعلي عليه النار. اهو هقليه يا حبايب قلبي كده وارجع لكم. اهو يا حبايبي البانيه خد لون معانا اهو، هنقلبه كده اهو.
ايدي كده. كده هبتدي ان انا اعلي النار عليه. هسوي بقى الكمية كلها وارجع لك. هنشوف هيبقى عامل ازاي بعد ما يستوي. وهي يا حبايب رجعت لكم تاني بعد ما خلصت قليت البانيه وخلصته، عملته كده جنبه طبق سلطه عشان يكون شكله حلو كده على الاكل، نفتح نفسنا. وعملت شويه مكرونه محمره وعملت شيبسي، ده اللي احنا عملناه مع بعض اهو. بصوا قد ايه جميل ولونه جميل كده وفاتح وناشف اهو، والبانيه بتاعنا اهو جميل ازاي، والطبقه اللي عليه ما وقعتش اهي، بس هو سخن مش عارفه امسكه اهو. ويا رب تكون الحلقه خفيفه على قلبكم، ويا رب يكون الاكل عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.